أحمد. أهلا 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 يا دكتور كامل، ازيك يا أحمد؟ الله يخليك. ها ازاي الحال؟ طمني على الشغل. إن شاء الله هيعجبك كل اللي اتعمل. اتفضل يا دكتور. سناء، ازيك يا سناء؟ أهلا يا دكتور كامل. الحقيقة أنا قريت الشغل اللي عمله لك الأستاذ أحمد، وقريت كلام حضرتك. أتمنى يكون عجبك. هايل طبعا، بس على فكرة في ناس تانية معجبة بشخصيتك لدرجة كبيرة قوي. قصدك أحمد؟ أحمد شاب ممتاز، أتمنى كل الصحفيين الشباب يبقوا زيه. متشكر يا دكتور. ابسط يا عم، أهو الدكتور كامل بنفسه شهد لك. وأنا بكرر شكري للدكتور كامل. أنت تستاهل كل خير يا أحمد. طب اتفضل حضرتك، شوف البروفو قبل ما تنزل المطبعة. عن إذنك. اتفضل. يا ترى عصام وصل وطمنك؟ عصام باله مشغول بحاجات أكبر من إنه يتصل ويطمني. إن شاء الله يوصل بالسلامة ويطمنك. متشكرة جدا يا دكتور كامل. استعد يا حسين، هنتقابل بالليل. الحمد لله. 大丈夫です。後で乗り換えて明日帰りに着きますから。 هي قالت ايه؟ بتقول لك ان المركب هتوصل بكره مرسيليا، ومنها يعادي الشحن لمصر على مركب تاني. ثانك يو. وبكره ان شاء الله المجله هتنشر اخبار المشروع بتاعي، وكل الناس هتقراه وتعرف التجربه بتاعتي. دكتور كامل، ايه اللي خلاك تعمل كده؟ انا قلت لك قبل كده اني لازم العب معاهم على المكشوف. ايوه بس مش معنى ذلك انك تستفزهم. انا مش قصدي استفزهم خالص. امال قصدت ايه يا دكتور؟ انا كل اللي اقصده اني اعبق الراي العام، واخلي كل واحد ما يشوف التجربه بتاعتي يتمسك بالمشروع بتاعه، وفي النهايه الكل هيتمسك بمشروعه القومي. كنت اتمنى انك تتعامل دايما مع الواقع يا دكتور كامل، بعيد عن احلامك الورديه. للاسف ما اقدرش افصل بين الاثنين، لان الاحلام دي هي اللي هتخليني اغير الواقع. دكتور كامل؟ Yes. Do you know this man? الو هاني، انا ياسر. حد يحل مكاني بسرعه عشان انكشفت. مش جاي صدفه؟ انا مش مطمن يا دكتور كامل. يعني كل ده علشان واحد بص ناحيتنا. كاريبا ناندو ناندو موتاستا سنو كوتو ميتي ماستا. هي قالت ايه؟ بتقول لك اكتر من مره هي مركزه اهتمامها عليه، وهو قصدنا بالتحديد. اوكي، وي كان موف وي كان تشينج ذا بليس. كنت ضمنت هو ايتو ماي بس. لا، هي عايزة نستنى، وإذا قعد أكتر من كده هتتصرف. بص. عموما الحذر أحسن في الحالات دي. نطلب الغداء بقى. هو ده بقى اللي مضايقك ومخليكي زعلانة؟ أصلك ما سمعتيهاش وهي بتقولي المجلة؟ أكيد المجلة واللي فيها وحشوها. كلام عادي يا ماما، مفيهوش حاجة. أنت شايفة كده يا سناء؟ حضرتك شايفة حاجة تانية أنا مش واخدة بالي منها؟ أبدا يا بنتي، بس الظاهر بقى إن أنا كبرت وخرفت.
كلامك غريب يا ماما، سايبه المهم وماسكه في كلمه لا تودي ولا تجيب. ايه هو بقى المهم يا سناء؟ عصام بيه يا ماما. ماله عصام يا بنتي؟ يتصل بيها هي، يطمنها هي، لكن مراته لا، اخر حاجه يكون لها اعتبار عنده. كلام ايه اللي انت بتقوليه ده يا سناء؟ الظاهر يا ماما انك ما خدتيش بالك ان ريري عايزه توصل لي رساله. رساله ايه؟ انها هي الاهم، انها لسه جوه تفكيره، وبعد كده اجي انا بقى في المرتبه اللي بعدها. شفت يا ماما مكان بنتك عند عصام؟ Hello. I want to speak to Egypt, please. Sorry, sir. There is no contact to Egypt. No contact? Why? This is the orders. Orders? ايوه سراي، ايوه حبيبتي. لا لا كله تمام، نص ساعة بكتير وهكون عندك. جاهزة من بدري وفي انتظارك يا دكتور. لا اله الا الله، محمد رسول الله. سرايا مصممة تعمل لنا حفلة كبيرة أما نحط حجر الأساس ونبتدي الإنشاءات. والشركة مصممة أكتر على الحفلة دي يا دكتور، ما تنساش إن دي أول مشاريع كبيرة وعملاقة للبلد. صعبة.
طيب يا دكتور كامل، لقاءنا هيكون الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. وارجوك بلغ تحياتي لمستر ساتو. هيوصل ان شاء الله. طيب مع السلامه يا دكتور. مع السلامه. باي باي. ضربت الراجل مش حسين بتاعكوا ده. عشان كده الان لا الواد لسه عاد مطاري ومش هيستحمل ضربهم ليه ويضربوه ليه اذا كان هيعترف بلسانه وده مش ثواب زينا يعني ملفه عندهم ابيض يا ابيض. انا شايفك مطمن وحاطط في بطنك بطيخه صيفي. حسين وصلوا المئة ألف جنيه اتجوز منهم واما هيخرج هيلاقي اللي يخليه مطمن على مستقبله. لما قبل العملية قعد قبليها مليون مرة يفكر وده راجل متعلم. ما هو ده اللي مخوفني يا مرعي انه متعلم. يا حبيبي لا ده هو اللي مطمني. الواد حسابها كويس. جريمة قتل بدون قصد ولا نية وعن طريق الخطأ وفلوس متلتلة في عب براته. يبقى بقى تشيل أي أفكار سودة من دماغك يا أبيض. طب شيل أنت بقى من دماغي، حبستني هنا لمدة 7 أيام. أنا مش قادر أصدق إيه اللي بيحصل ده وإزاي؟ يعني خلاص كامل راح. سوريا هانم أرجوكي تملكي نفسك. كامل دي إن شاء الله هيعيش. خلي أملك في ربنا كبير. أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق. سوريا يا حبيبتي ارحمي نفسك يا حبيبتي. يا رب هات العواقب سليمة يا رب يا رب. إيه مالكوا؟ اطمنوا. إيه يا دي واقف كده ليه؟ ما تشيل عني حاجة يالا اللي على قلبي. وقعت قلبنا في رجلينا يا سي منصور. أنا جايب لكم من خير ربنا الكتير عشان تبروا نفسكم تعيشوا. كل ده احنا لا مؤاخذة يا سي منصور هنقعد هنا قد ايه؟ ايه ده انتوا لسه واصلين لحقتوا تقلقوا زي ما سبق وقلت لكم مش اقل من اسبوع. ليه كده بس يا سي منصور؟ ما دام الحكايه حكايه ايه وروايه ايه منك له مالكم؟ انتوا فاكرين نفسكم لسه بتلعبوا في الحاره؟ انا اللي اقول هتمشوا وتخرجوا انت من هنا يا مرعي مفهوم يا ابيض؟ حد عارف؟
مين ضامن يكون حد لمحكوا كده ولا كده واتعرف عليكم وساعتها اروح انا وانتوا في 60 داهية؟ والفلوس؟ الفلوس جاية وكله جاي يا مرعي. وبعدين؟ الله، هتقعدوا قلقين كده لحد امتى؟ ما تفهموا يا ابيض، واللي مرعي ما يقلقش عشان انا كمان ما قلقش. قتلتوه يا كلاب يا كلاب. ليه في مالون؟ معلش يا عصام بيه، انا عذرك، ولو كنت مكانك كنت برضو عملت كده. كان معايا مسدس دلوقتي كنت فرغته فيك. حولتوني المجرم زيكم. يا عصام بيه، انت اهدى بس وبعدين هتعرف انه ده كان لمصلحتنا ومصلحتك. اهدى. غير معروف، سيبوني لوحدي دلوقتي. طيب اللي تأمره يا عصام بيه. Wait for me outside. يا ترى انت فين بس يا حسين؟ وايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ الساعة بقت 2. الحمد لله، الجراحة نجحت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ادعي لهم مدام ان 24 ساعة جايين يعدوا على خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يطمنك. يا جماعة يا رب. ايناس. ايوه يا فندم. تعالي. أمر حضرتك. لازم عصام بيه يعرف بالمصيبة دي. شوفي حضرتك يا مدام، ابعتي له فاكس حالا. أنا ما أقدرش أخبي عليه موضوع زي ده. عند حضرتك حق. أصل أنتِ ما تعرفيش كامل شريف ده بالنسبة لعصام بيه يبقى إيه. وبالنسبة لنا كلنا. طبعًا بالنسبة لنا كلنا. عن إذن حضرتك. اتفضلي. أنا شفت الحادثة بنفسي يا أستاذ أحمد، تصور. ربنا ينجيه منها ويخرج منها على خير إن شاء الله. يا رب. أنا قلقان أوي على مدام ثريا. اطمن يا أستاذ شاكر، لما تخرج من عند وكيل النيابة هتطمنا كلنا. يا رب. جيب العوا سليمة يا رب. والعربية دي جابها منين يا ولاد؟ بيقول بتاعته يا ماما. بتاعته؟ جاب فلوسها منين يا نرمين يا بنتي؟ ها؟ انا معرفش حاجه، معرفش حاجه خالص يا حماتي. صباح الخير يا عصام بيه. اللي انتوا عايزينه. هو الحقيقه منصور جدع قوي وما قصرش ابدا. انتوا قضيتوا عليا ده كمان.
لا لا لا، اللي هيقضي عليك هو الحالة اللي انت فيها دلوقت. حسين، عملوا فيك ايه يا ضنائي؟ اخويا قول لنا اللي حصل يا حسين. ما كانش قصدي اخبطه يا ماما، غصب عني غصب عني يا نرمين. يلا ما تعطلناش. يا حبيبي يا ابني، فك الحديد من ايده عسكري. افتح المحضر. حاضر. اسمك وسنك وصنعتك. اسمي حسين محمود عبد التواب، سني 25 سنه، بشتغل عامل التغذيه في كافيتيريا الطاووس. احكي لي بقى ايه اللي حصل ساعه الحادثه. انا فوجئت بواحد بيفتح باب عربيته قدام مني، حاولت ادوس على الفرامل، لقيت نفسي بدوس اكتر على البنزين، وحصل اللي حصل غصب عني يا سعاده البيت. الشهود بيقولوا انك تعمدت تضرب المجد عليه واتجهت ليه مباشره وانت سايق على سرعه جنونيه. يا سعاده البيه، انا مفيش بيني وبينه حاجه، وما عرفوش قبل كده عشان احاول او اتعمد اذيه. المجني عليه رجل اعمال معروف اسمه دكتور كامل شريف. يا سعاده البيه، انا ما عرفوش قبل كده. العربيه دي بتاعتك ولسه مسجلها في الشهر العقاري. لما فتشوك لقوا معاك رخصه موتوسيكل. امال فين رخصه العربيه؟ لسه ما طلعتهاش بيه. مفيش معاك رخصه وراكب عربيه عمال تجري بيها في الشوارع تدوس الناس وتحاول تقتلهم باستهتارك وتهورك. اتحط البيسه صدقني غصب عني. انت متهم بقياده سياره بدون ترخيص نتج عنها اصابه رجل بريء، احتمال موته قريب وفي اي لحظه. عارف نتيجه عملتك دي ايه يا حسين؟ فندم، عايز اقابل ريري هانم. طب اتفضل حضرتك استريح عشان هي معاها تليفون. يا استاذ. يا فندم، رايح فين حضرتك؟ الله، سيبيه يا ناس. يا مدام انا حاولت لكن هو اللي دخل. خلاص قلت لك، خدي باب وراكي. حاضر يا فندم. في ايه؟ اللي ما كناش عاملين حسابه حصل يا مدام. اتكلم. الراجل ما ماتش. يا جماعه الوقفه هنا ملهاش لازمه. انا بقول نقعد في الكافيتيريا شويه، هما لسه قدامهم وقت، هيعملوا اشاعات وتحاليل، يعني نقدر ناخد اي حاجه في الكافيتيريا ونيجي. انا مش هقدر اتحرك من هنا دقيقه واحده. طيب انا هجيب لكم القهوه لغايه عندكم وهطلع المجله. انا اذنكم. اتفضل. بقول لعصام فين يا سناء؟ للاسف عصام ما اتصلش وانا مش عارفه اتصل بيه فين. الو مسيو كمال. ايوه يا ريري. كمال شريف ما ماتش. بتقولي ايه؟ ده اللي حصل. انت فاهمه معنى اللي بتقوليه ده يا مدام؟ مسيو كمال الانفعال مش هيفيد بحاجه دلوقتي. امال هيفيد ايه بالكارثه اللي عملتوها لي؟ قولي انا في ايدي ايه بس. طب استنوا لما انزل لكم. مسيو كمال انا. طب مع السلامه دلوقتي. كامل شريف ما ماتش. كامل ما ماتش. يعني ايه يا؟ انا قلقان قوي يا استاذ عزمي. قلقان ومش قادر اسيطر على نفسي من ساعتها. تصور من امبارح لغايه دلوقتي
ما بين النيابة والمستشفى، ويا ريت سمحوا لحد فينا انه يدخل عليه او يشوفه. اكيد الخبطة جت في المخ، الحكاية مش سهلة زي ما انتوا فاهمين. استاذ عزمي. ايوه. وانا في مكتب وكيل النيابة لفت نظري تساؤل. تساؤل ايه؟ ام الشاب اللي عمل الحادثة بتسأل مرات ابنها، هو جاب العربية اللي عمل بيها الحادثة دي منين؟ ايه ده، هي العربية مش عربيته؟ العجيب بقى ان مرات الشاب ده ساكتة طول الوقت، والشاب نفسه قال للنيابة انه اشترى العربية في نفس يوم الحادثة وسجلها. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ مش عارف يا استاذ عزمي، بس انا حاسس ان في حاجة. ايه هي؟ لحد دلوقتي مش قادر احط ايدي عليها. ايوه مدام سناء. لا الحقيقة هو ما اتصلش بيا، قلبي معاكي. يا ريت تبلغي اسفي لسرايا هانم. انا طبعا اول ما اخلص شغل هاجي على المستشفى على طول. لا انا عايزاكي تطمني خالص، عصام لازم يعرف طبعا. انا هبلغه، انا مش هسكت. حضرتك مدام نرمين مش كده؟ ايوه. وحضرتك مين؟ احنا اتقابلنا النهارده قدام مكتب وكيل النيابه. مباحث؟ لا انا مش مباحث ولا حاجه، انا صحفي. ما اعرفش حاجه. من فضلك، هو سؤال واحد وانا واقف على الباب كده. نعم، قلت ما اعرفش حاجه. من فضلك، هو حضرتك كنت تعرفي ان حسين عنده عربيه؟ ما اعرفش. طب تفتكري حضرتك يا مدام هو جاب فلوسها منين؟ ما اعرفش، ما اعرفش، قلت لحضرتك ما اعرفش. طب من فضلك. ياه. عاوزين نعيش عصرهم يا احمد، تفتكر هيسمحوا لي او يسمحوا لنا كلنا اننا نعيش عصرهم نشاركهم ونزاحمهم فيه؟ عصام بيه صاحبي بينصحنا نعيش عصرهم، وهو ناسي انهم مش هيسمحوا لحد تاني ابدا يشاركهم او حتى يعيش معاهم. طمنيني، مش هنعرف حاجه قبل ساعتين. مدام سرعية، انا اسفه جدا، انا ما عرفتش غير النهارده الصبح من سناء. شكر قوي. اطمني ان شاء الله خير. ان شاء الله. عصام ما اتصلش؟ اتصل وهيجي على طياره بكره الصبح. This is the company's opinion. Anyway, I will try again. Of course not. Observe the situation after the new events. And in the light of your report, the company will tell you what to do. And if he is still alive? Let us not jump to conclusion. Anyway, I'm going to leave now to get ready. I will not remind you again of the company's instructions. With me, you don't need to remind me. You don't worry at all. Kamal, don't forget. I am waiting for your call when you meet Riri. Et à très bientôt, mon ami. À bientôt. Goodbye. And see you later. Take care. في ايه يا عصام؟ مالك؟
مفيش حاجة يا حبيبتي، انتي لسه ما نمتيش لحد دلوقتي. انام ازاي وانا شايفاك بالحالة دي؟ غصب عني يا سناء. معلش يا عصام، ده أمر ربنا، محدش بيقدر يمنع القدر. أيوة بس كل اللي حاسس في نفسي. عارفة يا عصام اللي حصل ده كان كتير عليك قوي، والمفاجأة كانت صعبة علينا كلنا. اطلب له من ربنا يشفيه، وانت بقى خلي بالك من نفسك ومن شغلك حبيبتي. بس مسألة عايزة وقت عشان اقدر اتمالك نفسي. انا ماشي يا ابو حميد. ثانية واحدة يا صالح، ما تقطعنيش لغاية ما اخلص المقال اللي في ايدي ده. يا عم ارحم نفسك، خلينا نروح نرتاح. تعرف يا صالح، انا جات لي فكرة. فكرة ايه تاني؟ عصام السكري صديق عمر الدكتور كامل شريف، وصل النهاردة من السفر على المستشفى. مش صاحبه يا احمد؟ ايوه صاحبه يا صالح، انا ما قلتش حاجة. ده مش صاحبه بس، ده مدير مكتب الشركة الأجنبية هنا في مصر. انت عاوز تقول ايه؟ ابدا، انا عايز اعرف رأيه. احتمال يأيد وجهة نظري. في شكوكك حوالين الحادث يعني؟ انا هطرح عليه الأسئلة اللي بتدور جوايا، جايز الاقي عنده إجابة. عصام بيه؟ ايوه. انا مين حضرتك؟ انا احمد فاروق الصحفي في مجلة الامل. اهلا وسهلا يا استاذ. خير؟ خير ان شاء الله. انا اسف جدا اذا كنت ازعجتك في وقت زي ده، بس انا الحقيقة حبيت اخد رأيك. تاخد رأيي في ايه؟ في اللي حصل لصديقك الدكتور كامل شريف. يعني ايه تاخد رأيي في اللي حصل؟ الله، حادثة؟ اقول رأيي في حادثة؟ انا الحقيقة اقصد اسأل حضرتك عن ظروف الحادث وطريقته، خصوصا والدكتور كامل شريف شخصية مهمة. أنا مش فاهم تقصد إيه يا أستاذ. حضرتك عارف علاقتي كويس بالدكتور كامل شريف كان شكلها إيه؟ والحقيقة وإحنا بنتناقش في أكتر من مرة صرح لي بمخاوفه من رفض الشركة لإنشاء مشروعه. أيوة، وده علاقته إيه باللي حصل؟ هو ده بالظبط اللي عايز أسأل حضرتك فيه. أنا مش مقتنع باللي حصل، رغم اعتراف الشاب على نفسه. أنا برضو مش مصدق إن اللي حصل ده مسألة قضاء وقدر. أنت عايز تقول إيه بالظبط؟ عاوز أقول إن الدكتور كامل شريف تعرض لمحاولة قتل مدبرة. وأنا دخلي إيه بتصوراتك وأوهامك دي؟ دي مش أوهام يا عصام بيه، في دلائل. عندك دلائل تروح تقولها للبوليس؟ بتقولها لنا ليه؟ أنا آسف يا عصام بيه، أنا كنت متخيل إن يهمك تعرف. في إيه يا عصام؟ استاذ الصحفي ده اللي اسمه احمد فاروق ده باين عليه مخلول ولا ايه؟ ليه؟ هو كان بيقول لك ايه؟ انا ما فهمتش هو عايز ايه بالظبط. ازاي يعني؟ معرفش، بيقول الدكتور كامل اتعرض لمحاولة قتل عن قصد. طب وهو ايه اللي خلاه يقول كده؟ يمكن خياله صور له كده. انا وبعدين بيقول انا الكلام ده ليه؟ ما يروح يقوله للنيابة. طب يا عصام مالك متنرفز كده ليه؟ شايفان يعني في حالة تسمح لي أسمع كلام فارغ زي ده؟ أكيد هو عايز يوصل لك معلومات، وخصوصا أنه عارف عن علاقتك بالدكتور كامل شريف، بس واضح أن أنت ما اديتلوش فرصة. معلومات إيه بس اللي عايز يقولها لي؟ ما إذا كان عنده حاجة مؤكدة يروح يقولها في البوليس، أنا دخلي إيه؟ الفلوس دي اختلفت، مش هتطلعي منها زي ما قلت.
ومحدش يعرف السر ده بعد ربنا غيرنا وانت يا كريم، ومحدش يعرف السر ده بعد ربنا غيرنا وانت يا كريم. اعملي بس يا رب، اعملي ايه؟ اه يا عمي اكسرها بالسلم، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ نمي مالك يا بنتي، بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا اختي تعالي اهدي يا حبيبتي، اهدي اهدي، ما تعمليش في نفسك كده، انا خلاص المحامي طمني. ايوه محامي، انت رحت للمحامي يا ضن؟ لا يا بنتي، ده هو اللي جه لحد عندنا، اتفقت معاه على الاتعاب يا ضن؟ ابدا، ده هو رفض ياخد اي حاجه، قبل القضيه وخد اتعابه من حبايب حسين. مين حبايب حسين دول يا سويه؟ اعملي دول معروف يا بنتي، اهدي اعملي معروف. هو قال لنا ما تجيبوش سيره لاي حد. ليه ما نجيبش سيره لحد؟ ليه؟ ما انا عايزه افهم، دماغي حرام عليكم. انا حتى قلت له خد من فلوس حسين، قال لي لا انا وصلتني اتعابي خلاص. يعني ايه؟ عمركم في الدنيا سمعتوا عن محامي بياخد قضيه من غير اتعاب؟ اكيد اصحابه عارفين الظروف اللي بيمر بيها. اهدي يا بنتي، اهدي علشان خاطري. خلاص ان شاء الله حسين هيطلع برا. انا عايزه افهم البراءه منين وطمنكم ازاي وقال لكم ايه؟ هو قال لي كده، اتاكدي يا حاجه هيطلع براءه ان شاء الله. اهدي يا بنتي اهدي. ايوه يظهر انه وصل، هبقى اتصل بيكي بعدين. مسيو كمال تعال يا منصور تعال. في الحقيقه انا انت مالك بتقدم خطوه بتاخر الثانيه؟ ممكن نتكلم مع بعض من غير انفعال؟ يظهر انك حاطط اعصابك في ثلاجه يا منصور. لا ابدا يا مسيو كمال، انا كل اللي عاوزك تعرفه ان انا مش مغسل وضامن جنه. الكلام ده للهوايه منصور، يعني اللي لسه داخلين الكار وحاطين ايديهم على قلوبهم، مش ليك انت. انا عملت كل اللي طلب مني بحذافيره، لكن اللهم لا اعتراض على إرادة ربنا، دي أحمار. ولا أنت ليك رأي تاني؟ ده مش رأيي أنا لوحدي، ده رأي الشركة كلها اللي هتنفض إيديها منك بعد اللي حصل. كل ده علشان إيه يا مسيو كمال؟ لأنك لسه هاوي ولسه بدري عليك لما تستاهل خبطة بمليون جنيه. أنت مش كنت طالب موته؟ اطمن يا مسيو كمال. يعني إيه أطمن؟ كامل شريف لو عاش هيفضل عايش في غيبوبة، يعني في حكم الميت بالظبط. أنا حجاني مش عارفة إزاي هعيش من غير كامل. ربنا يصبرك ويصبرنا كلنا يا مدام. أنا مش قادرة أصدق إنه يختفي فجأة كده من حياتي وعايش في الفراغ ده كله لوحدي. حضرتك ما تعرفيش اللي انا فيه، بس ارجوك يا هانم خلي ايمانك بربنا كبير. ونعم بالله. حضرتك لازم تكملي اللي ابتداه الدكتور كامل، لازم تكملي لغايه ما ربنا يشفيه ويملينا بالسلامه. اكمل ايه؟ مشروعه يا مدام، حلمه اللي عشته العمر عشانه، ولا تعبه وكفاحه ومجهوده ما يبقاش لهم اي معنى. استاذ احمد انت عايز تقول ايه؟ يا مدام مش عايزين نفرحهم ونسعدهم برقدته في المستشفى، عاوزين الدكتور كامل اول ما يقوم بالسلامه يلاقي مشروعه قدامه والناس كلها حواليه. تقصد مين؟ قصدي اللي تربصوله في الضلمه، هما دول دلوقتي اللي سعدة وفرحانين وحاسين انهم قدروا يهزموه. انت عايز تقول ايه بالظبط يا استاذ احمد؟ مدام انا عايز اقول كل اللي جوايا من ظنون وشكوك حوالين اللي حصل قدام حضرتك وقدام حازم بيه. حازم بيه نعيمة. نعم يا مدام. فين عصام بيه؟ عصام بيه خرج من بدري، ده حتى الفطار مفطروش.
طب روحي انت. اوكي. يا ابني اتفضل الشاي، ما يصحش كده. متشكر جدا يا حاجه. هو اللي انا كنت عايز اعرفه من حضرتك بالظبط، فلوس العربيه حسين جابها منين؟ يا ابني هو يعني لا مؤاخذه مش حضرتك محامي برضو؟ لا يا حاجه انا مش محامي، انا صحفي. كنت عايز اكتب عن حسين. لا مؤاخذه يا ابني، كنت فاكره حضرتك محامي زي اللي جه قبل منك وجاي يدافع عن ابني. ما هو اللي انا بعمله بالظبط يا حاجه ده دفاع عن حسين. هو مين المحامي اللي جه قبل مني؟ وحياتك يا ابني ما اعرف، هو جه قال لي انا من حبايب حسين وجاي ادافع عنه. هو حضرتك تعرفي مين حبايب حسين؟ يا ابني حسين الناس كلها كانت بتحبه لاخلاقه ولذوقه والادب. هذا نايا يا ابني. طب قولي لي يا حاجه فلوس العربيه جابها منين بالظبط؟ يا ابني انا يا اللي اسم امه ما اعرفش موضوع العربيه ده الا يوم ما اتقبض عليه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. عصام بيه وصل؟ هو وصل بس مش زي عوايده. مالك يا عصام؟ لا ابدا مفيش. مفيش ازاي؟ حالتك ما تصرش. عمري معروف انا اصلي عايز اقعد لوحدي شويه. للدرجه دي يا عصام؟ انا اسف. عموما مش وقت عتاب. مسيو كمال عايزنا ضروري الليله دي عندي في البيت. اشمعنى عندك في البيت؟ في مكان امن من عندي في البيت. ما عندكيش فكره عايز يتكلم معانا في ايه؟ لا هو ما قاليش، بس واضح انه موضوع مهم. مهم؟ يا ترى عايزنا نخلص من مين المره دي؟ جرالك ايه يا عصام؟ ما احنا ما بقيناش رجال اعمال، قدروا يحولونا لمجرمين قتالين قتلة. عصام امسك اعصابك شويه، احنا مش خلصنا من الموضوع ده بقى. انت خلصتي وطمنتي، انما انا اعمل ايه؟ اروح فين من ربنا وعذاب الضمير؟ سناء ازيك يا حبيبتي؟ احمد فين يا كريمه؟ احمد عايزاه في ايه يا سناء؟ قولي لي بقى يا كريمه هو فين؟ احمد ما جاش المجله لحد دلوقتي يا سناء، ممكن تقولي لي فيه ايه؟ انا نفسي مش عارفه هو اتصل بعصام امبارح ليه، وطبعا انت عارفه الظروف النفسيه اللي بيمر بيها عصام بعد حادثه الدكتور كامل. الله يكون في عون عصام بيه، بس برضه ما فهمتنيش مالك جايه متوتره بالشكل ده. احمد تفتكري كان ممكن اكلم مين غير عصام بيه واشركه معايا في موضوع خطير زي ده؟ المفروض يهم هو شخصيا لانه صديق الدكتور كامل شريف عمري بحاله. يا احمد انا طول عمري بحترم رايك وبقدر وجهه نظرك. دي شهاده اعتز بيها يا سناء هانم، بس كل خوفي انك تكون بنيت وجهة نظرك دي على تهيؤات. تهيؤات؟ انت بتقولي ايه؟ وجايز ده من حبك واعجابك الشديد بالدكتور كامل. واضح جدا يا مدام سناء ان فكرتك عن احمد فاروق اتغيرت كتير قوي. انا بقول جايز يا احمد. مش اللي له تاريخي واسمي يتقال له الكلام ده يا مدام سناء. طب قولي ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ أنا كل اللي كنت طالبه إن عصام بيه يتجاوب معايا ويساعدني. يساعدك في إيه؟ في الكشف عن محاولة جريمة قتل الدكتور كامل شريف. مين اللي ورا العملية؟ مين اللي بيخطط؟ مين اللي بينفذ؟ مين اللي بيمول؟ مين اللي مش عايز المشروع ده يتم؟ كل دي أسئلة كنت محتاج إنه يجاوب عليها.
أحمد، تأكد إن لو في إيدي حاجة مش هتأخر عن إني أعملها. في إيدك يا سناء، صدقيني في إيديك حاجات كتير ممكن تعمليها. طب قولي أنت عاوز إيه وأنا أنفذ كل طلباتك. واضح إن عصام بيه ما عندوش استعداد للمساعدة. ليه بتقول كده؟ من رده عليا في التليفون. سناء، أنا عايزك تدرسي كل ردود أفعال عصام على كل اللي حصل. عايزني أراقب جوزي يا أحمد؟ امسحي يا ليالي.